ذكر هذه المسألة النووي رحمه الله في الأذكار، قال إذا ابتدأ المرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ لم يستحق جوابه، قال زجرا له في تخلفه وإهماله السلام، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. والمسألة راجعة إلى المصالح والمفاسد، فينظر إلى ما هو أنفع وأصلح في توجيه الناس، فإن اقتضى ترك الرد على حسب الأحوال والأشخاص والمصالح فبها، وإلا فليرد وينبه هذا الشخص على سنة الإسلام في تحيته.